لازم تتعب يا ليفي، لازم تتعب بحقه حقيقي، لازم تشقى، لازم تبقى كومسيونجي 100% عشان يصدقوك، لازم. كده يبقى الحساب صح يا ليفي. اه صح صح، وزياده 6 جنيه. ليه بقى؟ لان الخواجه جان دفع جزء وانت واخد نصيبك بحال. والحاج عبد العال؟ لا الحاج عبد العال لسه ما دفعش. ونصيبي في البيعه بتاعته؟ الله، مش لما يدفع. اللي انت مش شايف ان نسبه 20% دي كتير يعني؟ الشغل شغل، واللي اوله شرط اخره نور يا ليفي يا حبيبي. سمعت عن اللي اتمسكوا؟ يستاهلوا. يستاهلوا عشان بيخرجوا فلوسهم؟ يستاهلوا علشان ما عرفوش يهربوها. قصدك ايه؟ الدنيا اتطورت يا حبيبي، الدنيا اتطورت يا سوسو. تهريب الفلوس من بلد زي اللي احنا فيها دي، بلد فيها ثورة وجيش وعساكر وانفجارات وأعصاب مشدودة، كل ده لازم له مخ، مخ يخطط وينفذ ويلعب اللعبة صح، بحيث انك تخرج فلوسك قدام عينيهم كلهم وهم بيضربوا لك تعظيم سلام. طب ازاي؟ عاوز تعرف ازاي؟ يا ريت. 25%. 25% يا مفتري؟ شغل شغل يا حبيبي، واللي اوله شرط اخره نور يا سوسو، ولا ايه؟